السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا في افضل حال، واتمنى لكم كل الخير. ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ احب لكم بالمصر، احب لكم. طبعا امس نمت هناك كمطر واسمع صوت بركة تقول انا ما ادري شكلها تخاف من موية ولا ايش. هلا والله بركة، بارك اليوم فيزياء رياضيات. طبعا ان شاء الله اليوم اسوي لكم فطور. فطور ايش؟ فطور باكستاني، اشهر فطور باكستاني. حتلاقي في اي محل يبيع اكلات باكستانيه اكثر شيء طلبون الناس انه امجد تسوي لنا هذا الشيء. الحلاوه الباكستانيه وشباتي والعدس. نبدا. السلام عليكم ابويا. وعليكم السلام ورحمه. ابويا، في ناس يقولوا نبغى نشوف طريقه الوالد وهو قاعد يلبس عمامه. شوف الله الله. طيب جماعة بقول لكم شيء حفزني مرة كثير، لا تنقل طاقة انه يا امجد تصور. الحين بقول لكم، اليوم الصباح كذا بعد ما صلينا الفجر الوالد سأل انه يا امجد هذا اللي انت قاعد تصور كل شيء راح يكون محفوظ يعني؟ قلت ايوه يا ابوي راح يكون محفوظ. قال لي لين متى يعني؟ قلت لين ما يكون يوتيوب. قال لي يعني لو كان يوتيوب لين 50 سنة او 100 سنة الجاية. فقلت ما نعرف ان شاء الله يمكن. وقال لي شيء مره حلو، لو كذا صور اكثر واكثر اولادك راح يشوفوا انه هذا جدي، واولاد اولادك راح يشوفوا انه هذا كان جد جدنا، يعني شيء خرافي. قال فهذا الشيء والله حفزني مره كثير. قال لي يا امجد صور صور بس. تخيل بس شعورك كذا. ها ابويا تخيل اولادي ان شاء الله ان شاء الله يا رب بيشوفون انه هذا جدنا كان يسوي عدس. طباخ كان 100%، كان طباخ. ايوه انا سيدي. بعدين بيقولوا لي يا ابويا سوي لنا زي كذا. نبدا ابويا؟ نبدا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدا هذا المقطع صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ابويا. نعم يا ولدي. اليوم ان شاء الله ايش راح نسوي على الفطور؟ ان شاء الله اليوم نسوي فطيره وسوي هذا زي بليله عدس. ايه تمام هذا هو. وكمان نسوي هذا سميد حلو. حلاوه. حلاوه. تمام. مجد. هلا ابويا. الحين نسوي في المويه في العدس. حط عليه. ايوه لكن هذا مويه. الحين نغسل هذا. نغسل العدس. اوكي. هذا. ولدي هذا عمي. ارمي؟ طيب الحين. مويه. امسك ابويا. طيب بعد ما غسلنا؟ خلاص غسلنا الحين. ايه. ولع الغاز شوف. ولع الغاز. ايوه الحر. ايه وحط المويه يعني زي نص لتر يصير مستوي. الذي دحين هذا لما نسوي عدس يصير جاهز. انا اسوي سميد. ها لحلاوه. ها الحين اسوي حلاوه ولدي. ها حلاوه. اتضح زيت. ايوه الزيت هذا شوف كم نحط. هذا حط زي 50 جرام هذا زيت. اول شيء نحط زيت. الحين نحط السميد شوف كم نحط ابو سميد. سميد حط ممكن زي 200 جرام. ايش فيه؟ خير ان شاء الله خير. الحين ابويا حط سميد فوق زيت شوف. فوق زيت. تمام. اديني يد هذا. هذا تمام. نقلب. ابويا. نعم. تتذكر مقطع اللي فات حق عدس؟ كل الناس كتبوا انه كم مره ابو امجد قال شوف. شوف دين شوف. الحين قاعد تقول شوف. ان شاء الله يطلع كذا حلو حليوه ناكل ونفطر عليه. هلا ابويا. جيب الحيل كمان. ها حيل. هات هات اكو هات كله. ابويا. نعم نعم. ناس يقولوا في رمضان نبغى كل يوم طبخ. ان شاء الله ولد ان شاء الله. الحين شوف سير اصفر شوف اصفر. ايوه الحين حط المويه فوق شوف شوف شويه مويه. ايوه زي كم يعني؟ زي ربع كيلو مويه شوف. 2 جرام سميد. تمام. عارف 50 جرام زيت. تمام. اقلب مع زيت سمين ثم تصير اصفر بعدين حط مويه زي ربع كيلو فوق بس. تمام. زي ما الحين حطينا حط السكر بعد سكر كمان شوية موية بعد نقلب فيه عشان لا يحرق. كم يعني كاسة واحدة بس؟ سكر زي 30 جرام سكر كمان شوف. 30 جرام. ايوه شوف. تمام. هذا الشغل يا ولد. شغل. الشغل. لا ان شاء الله ابوي انا سنة بالكثير انا كمان بصير طباخ. حطينا السكر الحين شوية شوف شوية موية شوف
الحمد لله دقيقتين خلاص جاهز يا ربي. بركة قاعد تشم ريحة أبويا. ترى من جد ما أمزح بركة، يعني كل مرة إحنا نتعشى نفطر نتغدى لازم نسوي عيش كذا الحال لبركة. أبويا نعم يا ولد. كم تحب بركة أنت؟ أوه مرة كثير. مرة كثير؟ سكر الغاء. كم بقاله هذا أبويا؟ عاد شوية بس ممكن ربع ساعة إن شاء الله. أبويا نعم. تتذكر مقطع اللي فات لما أنت قلت قصتك حق الناقة؟ كثير هيد يضحكوا. ناقة كان الله بس كذا أنا أمسك على طول 2-3 كيلومتر شوية جد حقك مسكين أجري وراء وقف وكيف وقف زين قشر الكروم يا ولدي تضديك ولدي جيب قوس هذا قوس الحبري ايوه كويس امجاد روح ولدي البركة فك على شمال برا اكل الزرع الحين هلا والله هلا والله اصبري باي مع السلامة. ايوه خلاص هذا الحين سكرت نشوف مستوي جيت. كم ثوم ابويا؟ 4 حبات يا ولد. بصل وطماطم ها نحط زيت يا ولدي. شوفوا العصافير يا جماعة. الله هذا فلفل كان بصل وفلفل. شوف بصل وفلفل ايوه على شمال هذا دهين حط ثوم دهين. شوف شوف له مرة ثانية انت تسوي. شوف ان شاء الله. شوف حط شوية كركم. شوف ملعقة واحدة لا مش ملعقة نص ملعقة صغيرة حق شاي ده فلفل شوية بس. شوف ربع ملعقة هذا شوية بس. شوف شوية شوف حط طماطم. شوف شوف حط العدس يا ولد. شوف حط ملح كمان. ملح؟ ملح نعم. زي ربع ملعقة. شوف ملح نحطه فوق موية. شوف كم يعني؟ شوف دهينا مثلا شوف زي زايد من نص كيلو. شوف هذا لازم علشان عدس زي كده يجي. شوف 20 دقيقة وقلي. شوف بعد 20 دقيقة جاهز. ايوه 20 دقيقة. يا جماعة هذا كذبر. أيوة هذا كذبر بس هذاك اليوم جبت غلط. شوف ركزوا ركزوا. شوف جبت كذبرة. شوف هذا كذبرة حقك. ايه خليني خلاص جاهز. شوف خلاص سكرنا وجاهز. الحمد لله. امجاده هلا ابويا. نكلم ولا جماعة اصحابك لازم هذا واحد ساعة اول خلي جاهز. نحن واحد ساعة اول سوينا عارف تمام عشان تصير عجينة 100% زيت وزبدة اي حاجة ما في مشكلة. شوف لازم شوية. شوف كده شوف شفتوا دحين شفنا. شوف ريدي غلق ابو بغلق غلق. شوف شوف ها شوف ها خلاص دحين استمعنا ثاني خلاص بعد نسوي طيب نسيبنا طيب طيب خلاص الحين نحط نسيبك انا الحمد لله الحمد لله. طيب الحين نحط أويا ها الحين جاي. طيب مرحبا حبيبي. سؤال بس قد شفت كيف يقطعون قمح؟ ما شفت؟ ابشر اليوم راح اوريك. الله عجل عجل تو علي دق علي قال لي امجد تعال تعال الحق في تصوير تعال الحق قاعد يقطعون قمح صور لا يفوتك. الحين قاعدين يقطعون قمح تاخرت شويه بس باقي كثير هل علي يجي شلون
فزي ما شفتوا طيرنا لكم درون وريناكم كيف يقطعون القمح وبس حنروح نكمل طبختنا. ابويا سوي فطيره دحين. ابويا الحين وقت غدا مو فطور. بس يتاخر نحن خلاص ما في فطيره. يلا نص ساعه سوي كان شويه بس عارف تمام بعد 5 دقائق هذا سوي طيب. الحين ان شاء الله حنجرب عدس فطيرة والحلاوة وانتم كمان جربوا ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله حلو. طيب يا جماعة هنا وصلنا المقطع ايش هو؟ مقطع لا حط لايك حط لايك ها حط لايك شكرا لكم على دعمكم توقع بعد هذا المقطع يمكن وصلنا 400,000 ابويا نعم مبروك علينا وصلنا 400,000 الحمد لله مبروك علينا كمان وصلنا 400,000 شكرا يا اولاد يا بنات شكرا لكم جزاكم الله خير والهدف ان شاء الله 500,000 باذن الله نص مليون قبل عيد الفطر العيد حيكون عيدين ان شاء الله باذن الله ابويا ان شاء الله وشكرا لكم على 20,000 على الانستغرام حتى كمان في الانستغرام وصلنا 20,000 شكرا شكرا يا اولاد شكرا لكم يا اخوان والله ما قصرتم ربي يسعدكم يا جماعه زي ما تشوفوا الله يطول عمركم ان شاء الله يا رب المرض يا رب يصير بعيد اللهم امين اللهم امين اللهم امين يا رحمة الله صلوا على النبي اللهم صل وسلم على محمد سناب قريب انستغرام فوق شات قريب ايه انستغرام فوق فوق انستغرام سناب شات سووا شيء وضيفني لماذا لا تضيفي اخي نشوفك على خير في امان الله في امان الله السلام السلام طيب يا جماعة وأنا قاعد أمنتج هذا المقطع أتوقع إنه وصلنا 400,000 مشترك أعرف إنه خلصنا المقطع بس حبيت إني أوصل لكم رسالة بفويس فحاب أشكر كل شخص ساعدني أعطاني لايك نشر المقطع وسوى اشتراك قال إخوان وإنه تابعهم جد يعني حاب أشكر كل شخص والله أقدر أوصفكم بكلمة وكلمتين وأشكر أقول لكم شكرا وبس خلاص ما تكفي والله ما تكفي يا جماعة شو أقول الحين والله إيش أقول ما أعرف شكرا لكم يا جماعة والله إني أعتبركم أهلي أبدا ما قد جاء في بالي انه اي شخص اللي قاعد تشوفني هو كمتابع او فانز دائما قلت انه كل اللي قاعد تشوفني هم اخوان خوات والكبار اللي قاعد تابعوني على عيني وراسي كلهم شكرا لكم على 400,000 هدفنا نوصل 400,000 قبل رمضان والحمد لله وصلنا بال500 ان شاء الله جاي في الطريق باذن الواحد الاحد بفضل الله ثم دعمكم ان شاء الله راح نوصل والله نحبكم في الله كل كلامي جاي من قلبي بس وشكرا لك انك تابعت هذا المقطع شكرا لك شكرا لك من اعماق صباصيم قلبي الله يسعدكم يا جماعه زي ما تسعدوني يا جماعه ونشوفكم على خير ورمضان كريم.